السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم في فيديو تاني من تك أب. إذا أنت جديد على القناة، هالقناة بتختص بالتقنية، نتكلم عن الألعاب، نتكلم عن البي سي جيمينج، نتكلم عن اللابتوبات، وأيضا نتكلم عن الموبايلات مثل الآيفون والجالكسي إس. وفي فيديوهات إن شاء الله جاية كتير رح تتابعها، رح تكون ممتعة، فيها مقاطع مضحكة محزنة ومذهلة. فذلك لا تنسى تعمل سبسكرايب، تعمل لايك وشير لحتى الناس تشوف انه انت عم تتابع هالقناة الخرافية، وايضا تشغل الجرس لحتى توصلك هالفيديوهات اول باول. وننتقل نتكلم عن موضوع اليوم. في عنا 10 اشياء ما تغطت في الايفنت او ما تركز عليها على العموم وما تكلموا عليها اليوتيوبرز في تغطيتهم للايفنت. خلونا نشوف شو هي هالعشر اشياء الموجودة في الايفون. اول شيء انت ما بتعرفه عن الايفون 8 انه هو بطاريته اصغر من الايفون 7، وحتى الايفون 10 بطاريته اصغر بسبب الشاشه وبسبب طريقه تصميمه، لكن عموما بسبب السوفت وير اوبتمايزيشنز اللي عم تصير في الايفون 8 وال8 بلس راح تلاقي انه البطاريه ما بتفرق كثير عن الايفون 7 كمده استخدام، لكن جدير بالذكر انه هي البطارية اصغر. الشيء الثاني ما ذكر انه الكاميرا الاماميه نفسها بالضبط الموجوده في الايفون 7. الكاميرا الأمامية هي عبارة عن 7 ميجا بكسل، ما تغيرت أبدا، حتى السنسور تقريبا هو نفسه، فذلك رح تحصل على نفس الصور الموجودة في الآيفون 7. نحن كنا نتمنى أنه على الأقل تزيد البكسلز لحتى نقدر نحصل على دقة أعلى وأداء أعلى من الكاميرا الأمامية ونحصل على سيلفيز أحلى. وثالث شيء ما تركز عليه بالأبل إيفنت مع أنه كان موجود بالقائمة، أنه الآيفون 8 والآيفون 10 بدعموا الفاست تشارجينج، يعني رح تقدر تشحن بطاريتك بسرعة كبيرة كتير، لكن الفاست تشارجينج لحتى تقدر تستغله لازم تستخدم شاحن سريع جدا مثل الشاحن الموجود بالماك بوك برو او حتى شاحن تشتريه من شركات تانية. وننتقل لرابع شيء واخر شيء مشترك بين الايفون 8 والايفون 10، المعالج. المعالج الـ A11 بايونيك قوي جدا، لكن الشيء ما ذكر انه هو حتى اقوى من المعالج الموجود في الماك بوك برو 13 انش، وحتى اقوى من المعالج الموجود في انتل الـ 7200 يو الموجود في لابتوبات انتل كور i5. بقي هلا عندنا 5 اشياء نتكلم عنها عن الايفون 10 بس. بالنسبة لشاشة الايفون 10، صحيح هي طورت كتير وصارت بتقنية الاوليد، لكن الشاشة البرايتنس تبعها اقل بكتير من السامسونج جالكسي. هي البرايتنس تبعها 625 نت، بين السامسونج جالكسي عبارة عن 1250 نت. هذا الشيء بيعني انه يمكن شاشة الايفون 10 ما تكون رائعة جدا لما تكون انت تحت ضوء الشمس، لكن عموما تقنية الترو تون يمكن تقدر تصلح هذا الشيء. وعموما ننتظر لينزل الايفون 10 لحتى نقدر نجرب هالشاشة. وثاني شيء بالنسبة للشاشة، الشاشة هي عبارة عن شاشة منحنية جوا الايفون. نعم، الشاشة منحنية، والسبب اللي خلى أبل تحني الشاشة هو إنه لحتى تقدر تعطيك شاشة كاملة تغطي كل مساحة الآيفون من تحت لفوق، فلذلك أنت عندك الكنترولر الخاص بالشاشة منحني وجاي تحت الشاشة لحتى يكون جوا تحت الآيفون ما يظهر أمامك مثل بعض الموبايلات الثانية اللي بيطلع عليها أسود من فوق ومن تحت الشاشة. وسبع وثامن شيء نتكلم عليهم في الآيفون 10 هو استخدام الآيفون. أنا كان عندي مشكلة بالنسبة لتشغيل الصور وتشغيل الفيديوهات، خاصة الجزء العلوي الأسود ممكن يغطي على الفيديو أو الصورة لما تشغل الفيديو أو الصورة، لكن عموما طلع الحل انه ابل بتشغل لك الفيديو عموما ببلاك بارز على اليمين وعلى اليسار لحتى تقدر تتفرج على الفيديو بدون اي مشاكل، واذا انت حابب تشوف الفيديو على كامل الشاشه بتضغط مرتين لحتى تقدر تشغله، وحتى بالنسبه للصور نفس الشيء. وثامن شيء بالنسبه للنوتيفيكيشن سنتر، انت راح تقدر تسحب من المنتصف او من اليسار لحتى تقدر تشغله وتشوف النوتيفيكيشن سنتر، وطبعا على اليمين موجود الكنترول سنتر. وتاسع شيء صراحه شيء مفاجئ جدا من ابل، كل ايفونات الابل كانت عم تصير انحف ويكون وزنها اخف، لكن الايفون 10 هو اول ايفون بصير اثقل واسمك لحتى يقدر يشغل كل المكونات اللي فيه، المعالج وخاصة الشاشة الكبيرة اللي عم تغطي كل الوجه الامامي اللي فيه. واخر شيء ما بتعرف عن الايفون 10 انه الفيس اي دي رح يعتمد اكثر شيء بتعرفه لك على العين الانف والفم، فلذلك حتى لو تغيرت ملامح وجهك رح تلاقي انه فيس اي دي رح يقدر يتعرف عليك طالما انه عينيك وانفك وفمك هما نفس الشيء. وهي 10 اشياء عرفناها عن الايفون ما كنتوا بتعرفوها. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ومع السلامة.